مثل ما قلت لك، أنا ماني استاذ، أنا كريم. فأنت بحالة منافسة دائما بسوق العمل. الشاب السوري أو العراقي أو الشرق أوسطي محتاج إنه يشتغل على نفسه. اليوم عندنا بودكاست مميز كثير، بدأ بمقالة بكتاب. هالمقالة كنا عم نتعلم اللغة النرويجية بالمدرسة وقريته، وكل الصف عم يقرأ أجانب وعم تعلم اللغة النرويجية. كان المقالة عن الأستاذ كريم طاهر، فكان في نوع من المشاعر إنه شخص إجا على النرويج وقام ببناء علاقات بالمجتمع النرويجي ويقوم بأنشطة مهمة بالمجتمع وفعالة ومفئة مؤثرة بالمجتمع. أثناء قراءتي للمقالة ما تخيلت حالي إني رح أقعد وصور معه بودكاست ونصير أصدقاء وفي علاقة رائعة، ويكون هو من الداعمين والمؤثرين الفعالين بتأسيس الموسوعة الهندسية. فأستاذ كريم، هيك البداية رح نفتتحها عندك، شو بتحب تعرفنا عن حضرتك؟ أول شيء بالبداية بدي أقول شكرا جزيلا أستاذ محمد على هاي الفرصة أنه نلتقي في مشروع مهم من أحد مشاريع الموسوعة العلمية والمشروع الموسوعة الهندسية، اللي عم تحاول قدر المستطاع بكل ما تستطيع بأنه تطور أبناء جاليتنا العربية، إن كان في بلادنا الأصلية اللي إحنا جايين منها هي سوريا، العراق، فلسطين، مصر، الأردن إلى آخره، أو بلاد الاغتراب واللي هي النرويج، البلد اللي عايشين فيها. انت شاب مليء بالطاقة والطموح والتعاون، وانا لي كل الشرف انه اكون معك. ومثل ما قلت لك، انا ماني استاذ، انا كريم، وانا صديقك كريم، اللي هذا اللي وهذا الشرف لي انه اكون صديقك كريم. مثل اي حدا انسان حاول يشتغل على حاله لي وتعب لاسباب مختلفة. وشي احنا جايين من بيئة انت محتاج، انت في منافسه دائمه، ان كان بالمدرسه انت بمنافسه، انت بسوق العمل انت بمنافسه، حتى بمجال العلم بالعلم والشهادات منافسه. ليش؟ يعني على سبيل المثال مساله المفاضله، فكره المفاضله انه انت راح تنافس علاماتك راح تحصلها، راح تنافس كل طلاب البكالوريا بكل الجمهوريه اذا بدك. فانت بحاله منافسه دائما بسوق العمل. الشاب السوري أو العراقي أو الشرق أوسطي محتاج إنه يشتغل على نفسه، محتاج إنه يقدم كثير من الجهد والتعب ليثبت إنه هو موجود في سوق العمل، لسوق الدراسة، لسوق أي مجال، حتى مجال الرياضة. أنت محتاج تشتغل على نفسك. عراقي الأصل، متولد الكويت، من أب عراقي وأم سورية، كبرت في سوريا وما زلت بكبر فيها، تعلمت فيها الثانوية والجامعة. أنا خلصت علوم سياسية في جامعة دمشق، وخلال هاي الفترة اشتغلت بكثير قصص لها علاقة بالتسويق، بتنظيم المؤتمرات والفعاليات، بعدين بالجانب الاقتصادي التجاري الصناعي، بعدين اشتغلت بالسلك الدبلوماسي العراقي بالقنصلية العراقية في حلب. فهي مزيج بين السياسة، الثقافة، الاقتصاد والمجتمع، وهذا كله مثل ما تعرفوا سوى عندك حالة من التراكمية المعرفية اللي تخليك بالأخير عندك حالة من الاستيعاب أو الفهم أو الإدراك لهاي الفئات أو هاي المجالات المختلفة اللي هي السياسية، الثقافية، الاجتماعية. مضطر أخاك إلى بطر مثل كثير عالم، اضطرينا أنه نترك بلادنا لأسباب نشترك فيها جميعنا، بأنه إحنا بلادنا فرضت عليها ظروف خاصة جدا خلت أبنائها مضطرين يعني مجبورين على تركها. كان الخيار النرويج. ليش النرويج؟ مثل ما بتعرف النرويج هي مثال يضرب عندما يكون الإنسان يدعو إلى الحرية والديمقراطية والحقوق الإنسان، أول شيء يقولون أنت من النرويج، نرويجي الأستاذ، فمن باب التهكم.
فهي او من باب المسبب انه نرويجي بتحكي. فكان البحث على انه يكون بلد تستطيع ان تأمن فيه على كرامتك حريتك وتنشئ اولادك اطفالك واسرتك تنشئة صحيحة بعيد عن حالة يعني المحسوبية المرتبطة بخلفيات مختلفة لها علاقة باقتصاد الفئة الاجتماعية او المدنية او الدراسة او القبلية. انه انت هون في النرويج انت بالانسان تتساوى بالحقوق والفرص مع اي شخص اخر بغض النظر شو هي خلفيتك، شو هي ديانتك، شو هي لونك، شو هو عرقك، وحتى بغض النظر اذا انت تمتلك الجنسية النرويجية او لا لك كل الحقوق. فكان هذا الطموح. اللي شو بتعرف عن النرويج اذا تتذكر احنا ربينا على افلام كرتون كان اسمه بيكي، تمام، اللي هو بتحدث عن الاب اللي رايه بيغير من سلوك اهله العنفي. من الاشياء اللي بتذكرها هي بيئة النرويج، بلد جميل البيئة. من الأشياء اللي ذكرها كمان إضافة للديمقراطية والبيئة الجميلة إنه رجالهم أخذنا عنهم هاي الصورة الفايكنج إنه أشداء وأقوياء، ومن الصور الأخرى اللي أخذناها عنهم إن نساءهم جميلات. فكل هاي هذا اللي إحنا بنعرفه عن النرويج مثلاً، بس ما كان عندنا أي دراية عن اللغة النرويجية أو التاريخ النرويجي. أو لما جينا لهون تعلمنا أكثر عن التاريخ النرويجي، الثقافة النرويجية، البيئة النرويجية، تعاليم اليومية النرويجية مثل يانتلوف فور اكزامبل، هاي القوانين المجتمعية اللي تدعو إلى المساواة والديمقراطية بين كل أبناء النرويج. تعلمنا عن النظام الديمقراطي السياسي، وما زلنا عم نتعلم لأنه لا تنسى إحنا جايين جدد وكل يوم عم نتعلم فيه شيء جديد. هذا كريم. عموما من أول لحظة جيت عليها على النرويج قررت إنه أنا ما أكون إمعة، ما أكون علقة، ما أكون حمل زائد، وما أكون صفر عشمال. قررت من اللحظة الأولى إنه أكون رقم فاعل، أكون مؤثر بهذا المجتمع.